السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في قناة Easy to Play. دي الحلقة رقم 10 من سلسلة أنو 1800، وإحنا بنحاول نعمل فيها، يعني عندنا طموحات كبيرة جدا، ولكن زي ما أنتم عارفين أن ديت أول مرة، زي ما قلت لكم في أول حلقة، إن دي أول مرة ألعب اللعبة دي. شايفين العاصفة الثلجية اللي حصلت؟ يعني حاجة، منظر جميل. تحس كده ان الدنيا بقت خلاص، بقى عايز تسحب البطانية وتروح تنام خلاص. بص المدينة منظرها بالتلج بقت حاجة تانية، مش عارف التلج بقى هيملى المكان ولا لا. بص الشاطئ بتاعنا، بس المية ما جمدتش، سفننا واقفة هناك اهيت. على فكرة انا مبطئ اللعبة، يعني عامل لها السبيد على اقل من الطبيعي، حاسس الوقت ما يعديش بسرعة، بس وفي حاجات كتير تفوتنا أكتر ما هي فايتانا أصلا. مفيش تلج في المدينة، بس يعني قصدي في الأرض وكده، بس التلج اللي فوق ده مدي صراحة منظر جميل أوي، أنا معجب بيه. شايفين الاحتفالات لسه شغالة هنا، يعني من ساعة ما سبناها الحلقة اللي فاتت لحد دلوقتي الاحتفالات شغالة، فخلينا نسيبهم يحتفلوا ونسيبهم واحنا وإيه، ونروح نشوف إيه الحاجات اللي ورانا. أوه. ده منظر التلج ده بيعجبني بصراحة. طيب على العموم، التلج دوت ازاي اقول لكم بس ان هو قدرت افتحه، او يعني اخليه شغال. في مهمة لما نزلت هنا، في مهمة في البداية فخلصتها بسرعة، مهمة كده واحد سانتا عملها لي او اداني يعني، فخلصت المهمة ديت. قام اداني ابيلتي جديدة، الابيلتي دي انا ادوس 5 ينزل التلج، يبدأ التلج ينزل. دلوقتي لو دوست 5 تاني معرفش بقى، الظاهر ممكن المفروض ان هي هتقف، يعني التلج هيقف. دوست 5 تاني بس محصلتش، يمكن لازم انزل. خلينا انزل واشوف. اهو دوست 5 كمان، لما نزلت التلج وقف على طول، المنظر الجميل ده كله راح خلاص، مبقاش فيه تلج. بس عشان نعرف يعني نصور واحنا بنلعب كده، ايه واحنا بنصور قصدي، يبقى الصورة واضحة بالنسبة لكم. هنا في مهمة تعالوا نعملها. المفروض ان احنا عاملين معاهدة سلام معاها مؤقتا. طيب وده تعال نحاول نشوف كده، هل ينفع نقول له مثلا كلمة ولا حاجة؟ near certain is dinner 7000، يلا هديله ونجرب عشان يعني ايه، بس تزداد شوية معانا ما نقلقش منه. طيب دلوقتي احنا كنا عايزين نروح للعالم الجديد ونبتدي شغل هناك بقى بجد، يعني لانه ايه، انا كنت بس حطيت كده حاجات مبدئية، والخشب والبتاع اساسا الخشب يكون شغال، بس يعني ايه محتاجين نشتغل اكتر. المهم احنا كده دلوقتي عندنا 100 عامل، دي حاجة من الحاجات الجميلة خالص اللي هتساعدنا. تعالوا نشوف انهي جزيرة هي اللي هنعمل عليها انهو صناعة. الجزيرة الرئيسية هنعمل عليها صناعات برضو، انه مفيش مفر كبيرة جدا، يعني مش معقول كل دي نخليها بناء بس، حتى التعداد بتاع الناس اللي فيها قليل يعتبر. تعالوا نبتدي بس ان احنا ايه نكبر عدد الناس. المشكلة إن إحنا لما نحط أحياء لازم نلبلهم الاحتياجات بتاعتهم، ففورا نبتدي بقى إيه نعمل لهم الأكل. وهنا نظام الأكل بتاعهم شوية مختلف، إن هما بياكلوا موز وحاجات كده، والزيت ده بيطلعوه من المية. فتعالوا نيجي هنا ونحط الجزيرة دي نبتدي بيها، واحد البيوت اللي بيطلع الزيوت دي، ومزرعة موز أو مزرعتين موز. أقول لكم حاجة، تعالى ندوس إكس نعمل كده، ننظف بس حتة عشان نبقى عارفين نشوف إحنا بنعمل إيه، بدل ما إحنا حاسين إن الدنيا إيه مليانة شجر كده. خلي الغابة هناك، إحنا قطعنا الحتة دي ظبطناها عشان نشتغل فيها. نعمل بقى مزارع الموز بتاعتنا، تعال نحط مثلا كده 128، كتير برضه، افتكرت إن هي قليلة. ونحط لهم كمان البيت اللي بيصنع على طول، بس الأول
قبل ما احطه كتير. ده بيصنع في 30 ثانية، وده في 30 وده في 30، يبقى كويس. يبقى اذا حطيت 2 يبقى 2 من كل حاجة. هنحط كمان واحدة من بتاعة الزيت، وأظن هنا نقدر إن احنا نطور المينا ديت. لأ منقدرش نطور، خلينا نحط لهم هنا كمان واحد مستودع، أساس إنه يعني إيه المينا الرئيسية متبقاش مشغول، لأن احنا شغالين عليها على الخشب يعني. هم طبعا هنا مش مبسوطين لأنه مش بنين لهم، احنا ايه اللي مش بنين لهم كده، ما احنا عمالين نخمن. هو زعلان طبعا عشان ما عندوش الأكل، ما عندوش ملابس. الملابس بتاعتهم هنا مختلفة، هم هنا بيحتاجوا يشتغلوا على الرم وعلى نحط لهم كنيسة. تعالوا نحط كنيسة، مش تخسر معانا حاجة، ونبتدي معاهم في موضوع الملابس. نعمل كده فورمة، هذه الملابس تكون مثلا في جنب تاني أو في منطقة تانية. تعالوا ناخد الحتة دي من الملابس اكس، هو الملابس كلها يعني ايه عبارة عن موضوع حاجتين بس، مصنع وده بيطلع الوول اللي هو الصوف. ده 30 ثانية وده 30 ثانية، الموضوع سهل وبسيط ان شاء الله. هنا بقى انا الحركة دي اتعلمتها من احد المتابعين في القناة عندي نوت، رحت اتكلمت معاه وكده، انه المصنع دوت او المزرعه يعني نفسها، المزرعه ديت خليني بس احط الاول التقول وانا بتكلم معاك دلوقتي. المزرعه دي اول ما هيطلع منها المنتج، في الاصل انا كنت بروح حاطط هنا على طول مستودع قصادها، على اساس ايه يروح المنتج في المستودع وبعدين احطه من دول في مكان تاني يروح عليهم. لكن الحركة دي كده جميلة، ليه بقى؟ تخلي انه البضاعة ما تروحش على المستودع، خلاص تطلع من هنا تروح على هنا. وانا حتى شفت كذا فيديو برضه على اليوتيوب بنفس الفكرة، يعني الناس بتشتغل عليها كده، تطلع البضاعة من دوت تروح على ده، وحط المستودع على الناحية التانية هنا اهو. فكده خلاص ده هياخد البضاعة من هنا اهو مباشرة، وبعدين يطلعها من الطريق التاني يوصل لنا، ومش محتاجين يكونوا واصلين ببعض، يعني ان هو يعني يكون في طريق ما بينهم يعني، بس انا وصل بس عشان يشتغلوا. نعمل هنا حوالين المستودع بتاعنا بقى، ونوصل كل حاجة ببعض كده. وصلت كل أمورنا، الدنيا كويسة كده شغال، بس احنا معناش هنا خشب، فخلاص كده كفاية عليها المدينة دي، حطينا لها الحاجتين اللي احنا عايزينهم. تعالوا ناخد ديت كوبي الجزيرة دي مثلا، احنا عاملين فين القرية هنا، كان ده كبير فاضي، تعال نعمل فيه صناعة. تمام، صناعة ملابس. نروح برضو تاني ناخد نفس الفكرة بتاعتنا بتاعت الشغل هنا، او هنا ما عملتش، ما طبقتش الفكرة ديت. المفروض ان انا كنت اخد اللي دلوقتي البضاعة تطلع مباشرة هنا. لو بقى عندهم دول زيادة شغل أو كده، أو ده مثلا اتأخر لسبب ما أو الإنتاج فيه فرق، فهيطلع يروح للمستودع. هو كده كده دوت مع الأسف ياخد حاجتين، ياخد عنصرين، العنصرين بواحد منهم هنا من عند المية، فمش هحطهم جنب بعض يعني. شاطر، بس هو ليه جايبلي إنه الموز مش موجود؟ مع إن احنا المفروض ده في 30 ثانية والتاني في 30 ثانية. يلا نديهم وقتهم ونشوف. تعالوا ناخد دي برضو كده، نحط منها، نحط فين حتة تكون ميتة مثلا زي هنا مثلا. تمام كده، اللي بقى لنا هنا هو ان احنا نحط لهم اللي بيطلع الزيت من المي. خلينا نحط المرة دي الناحية التانية هنا، المزرعة دي كويس اللي احنا شفناها مش شغالة. ليه بقى مش شغالة؟ قاعدة متبنوش بس. اوكي كده اظن ايه الموضوع خلاص اشتغل تمام. ممكن نوصل الطريق ده بس عشان دول يجوا هنا. حرك البيت ده، حطينا لهم الاساسيات برضو هنا،
مرهم. تمام، عايزين نشوف موضوع الفرو بقى، نشتغل على بلد تنتج لنا فرو، او تنتج لنا قصدي قطن، عشان نوديه للعالم القديم. فالبلد ديت شكلها هتكون هنا، مساحتها كبيرة شوية. تعالوا نشوف دول اول، نحط لهم الاساسيات. طبعا احنا كل ده على فكرة مش حاطين اي اساسيات في البتاع الرئيسية، الجزيرة الرئيسية بتاعتنا. عايز تاخد أرض هنا جنبنا، اتفضلي على طول. دايما منذهلة هي، دايما عندها يعني قصص كده مع الأراضي وبتاع. عايشة عالم، عايشة عالم مختلف. هنحط بس واحدة تانية من ديت، بس ايه ننساهم شوية. ما انا عارف والله، ما انا سمحت لها. تمام، بعد شوية نبقى نحط لهم السيلو ديت ولا السايلو. طيب كده احنا حطينا لهم هنا صناعة الأكل، الصناعة الغذائية، باقي لهم الصناعة بتاعة الملابس. ده احنا حطينا صناعة الملابس هناك. استنى، صناعة الملابس افتكرتها هي صناعة الأكل وحطيتها مع بعض. يلا مش مشكلة، مش هتضر في حاجة. هناخد دول. تمام، هنا عندهم صناعة ملابس، أمورهم تمام كلها. محتاجين نزود العمال، ناخد كده من ديت كوبي. طبعا هنا معندناش أصلا خشب كتير على فكرة، سيبها كده تشتغل شوية على الخشب، وبعدين نبقى نرجع لها عشان نحط نعمل صناعة القطن، لأن يعني ديت هتكون عاصمة القطن بتاعتنا. فممكن نسميها مثلا ايه، ايه ده، هي هتكون اسمها قطمة كده. راح نشوف المدينة الرئيسية بتاعتنا. بص الناس زعلانة ازاي يا عيني. ماشي، ياخد صورة للعيلة بتاعته واقفين. بصوا ازاي شايفينهم، عايزين نصوره مع السوق. تعالوا نصوره مساكين، جاي يطلب من الملك بتاع كل الجزر ديت انه يصوره. ماشي ماشي، احنا مش نتكبر برضه على الشعب بتاعنا. عايز ننشرها كمان. يلا نايس، ادانا الظاهر كارت او حاجة كبيرة. استنى تعال نشوف ادانا ايه. ادانا ان احنا ممكن نخلي ارض تطلع يتزرع فيها سكر حتى لو هي ما فيهاش. اظن دي تنفع ناخدها مثلا على العالم الجديد القديم ونزرع هناك السكر على طول مرة واحدة. بس قبل ما نعمل كده تعالوا نيجي هنا نحط لهم مثلا كنيسة. نحاول يعني ايه نشتغل على رفاهية الناس في على الأقل في العاصمة، مينفعش يكونوا وشهم تعيس للدرجة دي. حطينا لهم كنيسة، عايزين نحط لهم، عايزين نعمل صناعة رم هنا اهوت. خلينا نشوف ده، انا حطيت اصلا منه؟ لا محطيتش، عيب اوي يعني. طيب خليني اخد طريق كده، الطريق ده هينزل اللي كده اهوت في المستقبل وهيكمل هنا. فالحتة دي هنعملها للأكل. أولا بتوع الزيوت نخليهم على جنب الناحية التانية. هو أنا مش عارف ده بيعمل إيه، بيلف عندي هنا، مع إن يعني هو إحنا ما عندناش مشاكل مع بعض، بس يعني برضه مضايقني إن هو موجود هنا كده في الحتة. ماشي، نعمل تشيك على الكوب بسرعة. عندنا شوية حاجات هتعمل تزود التعاسة بتاعت الشعب. خلينا ناخدها فلوس، ناخدها فلوس برضو. مش محتاجين حاجة تانية، ممكن ناخد اللي هي متطلبات السعادة happiness required دي، أظن دي أحسن. مادام كده كده عدلنا، يلا نعدل. معلش معلش، تزعل مننا كل مرة. وصلنا الطريق تمام كده، جميل أوي. أوف
فين؟ في الجزيرة ديت استاءوا بقى مننا ووصلت منهم، طلعت المواضيع للنهاية. معلش كنت مركز قمع. احنا السبب على فكرة يعني ان هم يزعلوا، معلش. بس برضه يعني مش معنى ان احنا نعمل حاجة غلط ان هم يطلعوا يعملوا مظاهرات. هكذا احنا تعلمنا في بلادنا. خلي دول البوليس على ما يطلعوا، احنا نشوف امورهم كلها. المفروض يعني حاطين لهم دي دلوقتي، هنبتدي بعد شويه نعمل لهم الرم دوت، ده اصلا سكر. طيب تعال بس نكمل هنا اللي كنا بنعمله، مشروع الغذاء الاكبر ده. نحط 3 مش مشكله، واحد منهم وقفه دلوقتي عشان يكون انتاجها هيبقى عالي. ومزارع الموز بقى مشكلتها ان هي بتاخد مساحه كبيره. الله، بص المكان ده مناسب. تعال ناخد الزرع بتاعتنا كده. هنا هو بقى في العاصمة بتاعتنا ديت، أو يعني العاصمة بتاعت العالم الجديد. حطت لهم خلاص صناعة ملابس، الملابس الخاصة بتاعتهم اللي هي بتاعت السكان نفسها عشان يقدروا يتطوروا، وحطينا لهم الصناعة الغذائية بتاعتهم هنا، فأمورهم بقت كويسة. كويس، خلصت المظاهرة في البلد دي. جميل. نشوف دلوقتي أصلا المفروض إن هم يعني إيه، لبينا لهم تقريبا كل حاجة. ده وده دلوقتي هيبتدوا يطلعوا، بس طبعا أنا مبطئ اللعبة فالدنيا ماشية بالراحة. ليه مش هي عدل؟ نروح تاني ننتقل هنا اهوت. ممكن ايه نبتدي نحط لهم كلهم مستودعات، لان احنا يعني عايزين نخزن شوية موارد. خليني اجي هنا اعمل شوية مستودعات كده، 3 مثلا كفاية 3. يعني هنا ما عندهمش خشب، ما عندهمش قصدي طين. هننزل هنا في العاصمة وناخد الباقي ده ونتحرك بيه. تعالين هنا، احنا كنا عايزين ناخد الجزيرة دي برضه. طب يلا ناخدها. الجزيرة ديت انا لاحظت ان هم سيئين، زعلانين فيها رغم ان وفرنا لهم حاجات كده. فيها مشكلة، تعال نشوف. ده ينفع يتطوروا ولكن لسه مستقيم، لان ما عندهمش اي حاجة من الرفاهية. خدوا يا جماعة، قلتلهم كمان ديت عشان لو حصل أي حرايق. والخشب جايلهم في الطريق عشان يعملوا يعني ايه، قصدي مش الخشب، الطين أو الطوب، عشان نقدر نبني لهم ده نستودع. هنا كمان عايزين برضو نطلع لهم، تعالوا نطلع طين أصلا من هنا، ليه لأ؟ لازم نطور الشعب. طيب نقدر نطور اكيد. الاكل لسه مطلعش، ايه اللي بيحصل يا حبيبي؟ بص مش حاطط مزارع الموز. خلاص سامحوني، دلوقتي كده يطلع لهم الاكل. الملابس اكيد بقى في فائض عندنا. تعال نشوف، 18 فائض اصلا. كمان ممكن نشوف من هنا اهوت
نقدر نشوف البرودكشن بتاعنا وكده. وبرضه ده نفس القصة، صديقي عمر هو اللي ركز لي عليها، انا كنت شفتها في فيديوهات قبل كده، ولكن ايه يعني من الاستعجال بتاعي خلاص مش مهم، مش لازم اتفرج عليها. بس ديت بصراحة يعني ليها أهمية، ولكن ستيل انا برضه بالنسبة ليا يعني المقياس اللي بلعب بيه او كده والسرعة مش سريعة لدرجة ان انا محتاج ابص هنا كتير، ولكن هي صراحة مهمة. يعني ان انا اشوف مثلا دلوقتي عندي هنا نقص في الصناعة ديت، ناقص 2، بعدين دلوقتي بقت 0 لانه تساوي، تشتغلت المزارع فبدأت تشتغل، بقى في زائد اهوت. هنا مثلا عندنا ناقص 1 الرم، معناها كده انه ايه محتاجين. فمثلا الخشب اشوف المؤشرين مختلفين شوية عن بعض دوت، معناها كده ان هو You يعني can do it. فل وواقفة. Work يعني your way up from that dirty هنشوف bottom. ده عايز ايه، عنده مهمة. والله عن نفسي أنا مش عايز أعمل لك أي حاجة، معلش، بس مع إنها هتخليه يبقى سعيد جدا. 7 ودي 4، بس أنا مش هعمل مهمات، مش وقته. طيب إحنا كنا عايزين وصلت أكيد السفينة هنا، Just say the word. أيوة لسه واصلة. خليك ننزل هنا نحط مستودع واحد، تمام. احنا دلوقتي نقدر نحط مستودع لحد بس ما نطلع احنا الطوب بنفسنا، مع ان جمعنا شوية حاجات يعني اللي هي الموارد الطبيعية دي، الخشب، فممكن نشتغل لهم على السكر. دول ما عندهمش. يلا نبقى نستورد من جزيرة تانية. هنا عندهم، نقدر نعمل لهم شوية رم عشان يبقى عندهم سعادة كويسة. تعال ناخد هنا المنطقة دي مثلا، شوف أصلا كام واحدة، برضو 128 كتير. هو تقريبا كل حاجة هنا فيكسد إن هي 30 ثانية، معرفش ليه أغلب الصناعات شفتها كلها 30 ثانية تقريبا. دول معندهمش قصب، أما هنا فيه نحط لهم برضو صناعة سكر. ونبتدي بقى مزارع القطن بتاعتنا هنا. ممكن ناخد الجنب ده، الجنب ده نحتله للقطن. 144 زي مزارع القمح. تقول لي برضه 30 ثانية؟ لا، ده في دقيقة وده في 30 ثانية، يعني كل 2 ليهم واحد من ده. كل مزرعتين يخدم عليهم مصنع واحد، وده منطقي، الكلام ده منطقي. شايفين هنا في المدينة بتاعت قطنة سعادة الشعب بقت مليانة. نقدر دلوقتي نطلع شعب جديد اللي هم المستوى التاني. بس قبل ما اخد المستوى التاني خليني اخد كوبي كده من الحي ده، احط منه واحد هنا واحد هنا، وبعدين لما نرجع نطلع مستوى تاني. خلينا بس نزود الشعب. نيجي على البلد الرئيسية، جمعنا ما شاء الله خشب كتير. وصل هنا؟ وصلت. حطي لي، وعايزين لنا مستودعين. ناقص خشب، نسيت سحبت كل الخشب. بس يلا، هذه مستودع واحد. خلي السفينة دي واقفة هنا، تعال نوزع السفن شوية. سفينة حربية، يعني كل جزيرة نودي عندها سفينة حربية. هنا بقى هاخد بس شوية معونات، مثلا كده مثلا، وعشان نبني 3 مستودعات بس كده. وديهم فين؟ وديهم هنا. السفينة دي تيجي تقف هنا، دي عندنا فيها حاجات، نقدر ناخد جزيرة كمان. لا هو الجزر يعني مش جميلة هنا، بس أنا بحب اخد، بس زودت قصدي اخدت كتير عشان ارفع الانفلونس بتاعتي.
هنا الـ expansion. شايفين لو رحنا هنا بقينا حاجة بسيطة خلاص ونوصل اللي هي دي، وديت أنا عايزها لأنه تدينا 200 عامل في كل جزيرة تفرق خالص. بس مش هاخد دلوقتي جزر، خلينا نهتم بس بالجزر اللي عندنا هنا. أكيد دلوقتي ما بنطور الناس، خليني ناخد كده دول. وهنا كان حصل حريقة هنا ولا ايه؟ تعال نطلع البيت ده، نبتدي نطلع بيوت مستوى تاني. شايفين المستوى التاني في العالم الأمريكي عامل ازاي؟ فتحت حاجات جديدة. بص الشاورما ديت سندوتشات شاورما. طيب ماشي، متشكر والله. ما انتوا تبهدلوني طلبات، هبني حاجة حلوة اه بس هنبهدل طلبات، يبقى عندهم هما كمان طلبات مختلفة. الجزيرة دي ما فيهاش أي حاجة من الطوب، الطين ما بنطلعش عليها طين، بس الجزيرة التانية فيها. طيب هنا كنا عايزين نعمل ايه؟ نعمل صناعة اللي هو الرم عشان الشعب يتبسط برضه. ياخد بس كوبي من دي كده عشان الكسل، عشان نراعي الكسل يعني، عشان ما يزعلش منه. نيجي هنا على الطريق كده. أهزف أهزف أهزف، وأنا بقول مزارع رم يعني. تعال بلاش كسل بقى. ديت هنا بتقول لي ان هي عايزة تعلمني على موضوع الاير شيبس اللي هي السفن الطائرة، بس يعني هو انا هلاقيها منين ولا منين؟ خليك ساكتة بس. انا دلوقتي يعني اصلا محتاس مع الجزر بتاعتي، حاسس ان انا عايز اروح للعالم القديم، وحاسس ان انا عايز اروح لافريقيا، ففي كتير شغل. خلوني سيبوني كده شوية اركز. كل شوية يجي لي مثلا مهمة مختلفة، مش عارف نعمل ايه، نطلع ايه، نحط ايه. تعالوا نصنع دوت الالومنيوم، معرفش صراحة هيفيدنا في ايه بعد كده، ولكن خلينا نطلعه مفيش مانع. نعمل هنا كده حطيت هنا صناعة الألمنيوم. هو بيطلعوا حاجة من جوه الجبل هنا يعني منجم، بصوا شايفين بيطلعوا حاجة كده بس لونها أحمر شوية، لسه مقرأتش عنها بصراحة. والله أنا وقفت كده بس وبصيت بسرعة عليها. هو اسمها المادة دي اسمها بوكاست، فمش فاهم برضو، ما اعرفش عنها يعني، بس هي يعني حاجة اكيد في الالومنيوم لانه هيطلع منها الومنيوم شيت. فكده كويس صنعنا لهم ده. ليه نطلع لهم هنا؟ كويس نقدر نطلع ذرة، نزرع لهم ذرة. نزرع فين؟ تعال نزرع خلينا نزرع هنا، نعمل نزرع الذرة جنبها بس بالعكس.
الناس هنا بدأت تعيا. بص، انتشر وباء. The epidemic spreads across your city. القاهرة في العاصمة الرئيسية، كل ده عشان ايه؟ عشان محطين لهمش يعني مستشفى. احنا مش حاطين مستشفى في العاصمة، تخيلوا. خدوا مش مستشفى واحدة، خدوا اتنين. طبعا المستشفى برضو نفس القصة، بتشتغل الظاهر ان هي بتاخد وقت. ازاي تفوت علينا دي؟ يونيفرسيتي حاطين، يلا قريب هنجيب لهم القطن دلوقتي، وهنعمل لهم كمان رم قريب. هو الرم لازم يتعمل بره جاهز ويجي. طب حاطينه لنا هنا ليه؟ نصنع منه ايه؟ construction only in the new world، بيتبني فقط في العالم الجديد. حاطينه لنا هنا ليه طيب؟ مش عارف. تمام، راح نكمل شغل في العالم الجديد، لان لو ركزت هنا مش هرجع تاني. احنا كنا هنا مش شغالين على الاكل بتاعهم ده، بتاع الاغنية. عايز احط لهم مستودع، ممكن احط مصنع هنا كمان او مصنعين. كده عندنا الصناعة يعني بتاعة الأكل نفسه قليلة خالص، لأنه دوت المصنع بيجهز في نص دقيقة، 30 ثانية، ما دول في دقيقة، كل 4 محتاجين 2. طيب والفكرة بس إن هو بتاخد 168 حقل، كتير، حرفيا كتير. دول مش هحط، راح احط لهم ديت. مش عارف هتشتغل على ايه اصلا، لسه مش عارف. بتاخد ذرة، نايس. معناها كده ان الذرة تبقى عندنا استخدام عالي اوي عليها. نحط كمان واحدة، ممتاز. نقدر نشغل ده اظن. تعال نشوف كده ايه المتطلبات اللي عندهم، ايه اللي حصل فيها. احنا موقفين دول، مفيش مشكلة. عندنا نقص في العمال المطورين، ولا يهمكم. عشان ما يحصلش نقص في العمال دول برضو، خلينا ناخد كوبي موسع. الحي بتاعنا مع الأسف مينفعش توسع لفوق، ولا نقدر نوسعه لتحت. نودي هناك كده بس، معناش أصلا خشب. بص، فتح لنا، نقدر نعمل جولد ماين، نقدر نحط لهم مكان للمصارعة. حاجات كتير، حتى الهوسبيتال هنا برضه نقدر نعملها. تعال نشوف المدينة الرئيسية بتاعت القطن بتاعتنا. كان في سفينة هنا واقفة، كليبر. تعالي، انت مهمتك هتكوني ايه؟ انك تاخدي القطن من هنا وتوديه هناك. بس مين ندبل عدد السكان؟ هنا كمان هنصنع طين كتير على فكرة. وعايزين نطور الشعب، لأن محتاجين بيوت مستوى تاني. بينشروا عننا بس إن إحنا يعني في تقدم وتطور. دوت هنا. طيب هنا هو، احنا كنا شغالين على ده. دي بتاعت افريقيا، معلش استنينا شوية. تعالوا نشوف الجمع عندنا دي، ما شاء الله بقى عندنا كمية محترمة جدا. يعني ممكن نضاعف العدد، ليه؟ لأن لما ابتدي أبعت هي المسافة أو الطريق طويل، ف عايز يكون هناك فيه على طول حركة يعني.
ما عندناش خشب عادي هيتجمع. هنا نقدر نصنع ألمونيوم برضو، خلينا نطلعه. بس عايزين طوب وخشب. يلا الطوب بدأ يطلع أصلا، الطين يعني. هنا ده بنعمل منه ايه؟ الأويل. 16 حقل، كتير كتير قوي يعني. طيب انتي بقى هتعملي ايه؟ خليها تعبي على طول الأول قبل ما نديها الأوردر. كده عبيتهم كلهم. عايزانا نشترك معاها في الحرب ضد القرصانة. لا مع الأسف، لو ما اشتركناش معاها في الحرب هنبقى احنا ايه؟ هنبقى كده احنا تخلينا عنها ونفك التحالف. فكركم هنبقى ندال ندالة صح؟ بس ده هتدمر لنا الدنيا هناك في العالم القديم. تعالوا بسرعة. يعني الحركة بتاعتنا هتتبهدل. ولا لا لا مش تضر أوي. معلش ناقص 70. هو احنا كانت علاقتنا بيها 70؟ امتى وصلت 70 علاقتنا بيها؟ مش عارف. ده سعيد دلوقتي. احنا فور. طب ممكن نعمل اي حاجة؟ طيب لا على فكرة ممكن نعرض عليها سلام. 9000 لمدة ساعتين. تعال نعرض. تمام، يعني احنا كده خلاص تحايلنا على الموضوع يعني، ولا تاني هتزعل دلوقتي؟ بس يعني مش فاضي بصراحة انا اقعد ارجع دلوقتي واحارب فيها وكده، مشكلة يعني. تجارة الصابون بالمناسبة، بما ان احنا جينا هنا، تجارة الصابون عاملة ايه؟ بنبيع أعلام من دي، قصدي دول. خلينا ما نبيعش لحد، خلي عندنا 500. يا حتى السفينة وصل عليها، وصل فيها اللي هو الوباء ده. يعني السفينة نفسها ممكن تنقل المرض لجزر تانية. يا جماعة طلعوا لنا فرقة تانية، وانتوا تعالوا طلعوا فرقة. مينفعش شغالين على مكافحة الوباء بس. يعني المدينة أصبحت شبه خالية من الوباء، بقى فيها كم بيت بس مصاب. شايفين؟ إن شاء الله يتعالجوا دول إن شاء الله. بس إزاي بقى هيعالجوا اللي في السفينة دول؟ أنا عايز أجيبها ناحية هنا. خلي السفينة تقف عند ناحية المينا، بحيث إن يجي الدكاترة يعالجوا اللي جواها برضه. القبطان بتاع السفينة دي مسكين جاله وباء. تعال نروح على العالم الجديد نعمل آخر مهمة، وهي كانت إن احنا نعمل لديت تريد رود. نقول لها أنت هتنطلقي من الجزيرة بتاعت القطب، تعبي معاكي طبعا قطن من دوت 200، ان احنا هنضاعف الكمية، هنخلي الانتاج عالي خالص. بس هي سفينة واحدة وهي بلد واحدة، اظن هتكفينا جدا يعني. تروح فين بقى؟ هتنطلق على العالم القديم، وتيجي هنا تعمل انلود ل100، وفي الكويت تعمل انلود ل50 ل100 كمان. بس كده ونسميه كوتن رود. تمام بقى عندنا دلوقتي طريق تجاري، أول طريق تجاري بيطلع ويرجع. شايفين؟ بص الطريق المسار بيمشي فين. الجزيرة اللي تحت ديت مهم ناخدها حتى لو مش نعمل فيها حاجة، مهم ناخدها إن هي في الطريق. شايفينها الجزيرة ديت؟ ينفع نروح عليها على طول؟ مينفعش.
هي دلوقتي واقفة تعبي، شايفين؟ كان احنا معبيين فيها قليل، أخدت كل الباقي وهتبتدي تتحرك، شايفين؟ انطلقت في الرحلة إلى العالم القديم عشان تودي لهم القطن. على فكرة البلد ديت احتمال كمان نخليها للرم كمان، يعني نعمل فيها هنا كمان الرم، نزرع قصب السكر ونشوف كده الموضوع هيمشي ازاي. بس هو قصب السكر أظن إن هو بياخد مساحة برضه كبيرة. تعال نبص نجرب، مثلا خلينا نجرب في المنطقة دي، معلش جنبهم 128، يعني مش كتير أوي، 128 كده خلصت. بص الفرق بين ده وده قد ايه، كتير. حطلنا بس مزرعة كمان هنا، عايزانا الله هتدخل مع حرب مع القرصان اللي هنا، هي مالها زعلانة مع كل الناس كده فيها؟ والله هنضحك عليها برضه، محدش يقول لها، بس شكلها عبيطة. اوكي بس خسرنا، ده كان علاقتنا بيه حاجة و40، معلش هنعوضها. تعالى 13,000، يلا معلش. ماشي، دي علاقتنا بيها كويسة والله، ارتفعت جامد. الله أيدتنا كمان يعني أيدتنا في السلام اللي احنا عملناه معاه. الفاينل لوك، حاضر، يعني بس احط دول. تعال اهو، الدنيا بايظة عندنا عشان الوباء اللي حصل، يمكن الرم عندنا، الرم فيه مشكلة. طيب نقلل برضو موضوع السعادة ونفكر في الفلوس. لازم الخبر ده low risk of explosions، احنا عندنا المدينة بتاعتنا لوحدها يعني آمنة من ضمن من الانفجارات، بس احنا نغير الخبر ده، نجيب لنا عائدات مادية ونقول اوكي ونروح على، احنا هنا بدأنا نعمل رم في المدينة القطن بتاعتنا، في قطنة. معلش زعل شوية، الحياة كلها ما فيهاش يعني، مش ينفعش نفضل على طول مبسوطين يعني، ما ينفعش. طيب تعالوا نروح على العالم القديم، اولد وورلد. عالجوا السفينة دي، عالجوا القبطان اللي كان في السفينة دي، ممتاز. بس لسه في شوية بيوت خضر اهيت، ان شاء الله بس ايه ما ننتقلش العدوى للبلدان التانية. وتحسبا لدوت احنا المفروض ان احنا نبني مستشفى، يعني احنا بانيين اصلا مستشفى هنا ما شاء الله، عشان كده الكويت كانوا عمالين يحتفلوا بينا لانه ايه مهتمين بيهم. حط لهم كمان مستشفى ما شاء الله، الموارد هنا متظبطة خالص. كنا عايزين نعمل ايه؟ كنا عايزين نشوف موضوع الصابون. تعالوا نشوف الصابون ايه اخباره. ما شاء الله حاجة زي الفل. طيب تعالوا نجيب لنا سفينة من السفن اللي واقفة ديت، عندها أوردر بتبيع صابون، بلاش من ديت، تعالوا نروح لأرشبالد على طول، نشوف لنا سفينة نشتريها من عنده. لأ مش عايز دي. مهمة، أنا آسف مكنتش عايز مهمة، لأ معلش هرفضها. أنا كنت افتكرتها كليبر، سفينة كليبر. طب خلاص احنا بما ان عندنا سفن كتير حربية، معلش هناخد ديت مثلا الاكسبلورر بتاعتنا دي ونعينها لبيع الصابون برضو من الكويت. هو بيعرض ان هو يدفع لنا 50,000 ويبقى حليف،
هي الحل ان هو يكون اللاين معانا بتبقى ليها فوائد، والاضرار بقى ان هو ايه كل ما حد يعاديه يقول لنا تعالوا حرب معانا. تعالوا نشوف هو اصلا معادي مين، من فين من هنا. هو ما شاء الله معادي كل دول، اذا احنا عملنا معاه تحالف هندخل في مشاكل مع ديت. لا تشكر حبيبي، تشكر. انا اصلا مش طايق شكلك من الاول. نكمل طريق التجارة بتاعنا ده، ناخد من هنا، خد لي صابون. إن شاء الله كسرنا الألف. تاخد 150 وتيجي هنا اهو، تعمل انلود انلود انلود. نايس. دلوقتي نقدر ان احنا نعمل جروب هنا، create a new group، وناخد كل دول بتوع الصابون دول نحطهم في الجروب. استنى فين روت. move to new group. ماشي remove from group. ناخد دول بقى السيل، وناخد دي كمان. احنا كان عندنا 3 سفن شغالين على البيع، 2 بيودوا 2 2، وواحدة بتودي، يعني 2 بيودوا كل واحدة 100، والتانية بتودي دلوقتي 150. أظن دي يعني إيه هترفع لنا شوية الاقتصاد بتاعنا، يعني خلاص بقى نبتدي إيه ننسى موضوع الفلوس خالص، ونركز بقى في اللي إحنا بنعمله. هو إحنا مركزين بس يعني نركز أكتر يعني. فأنا هنا هتوقف يا شباب في الحلقة ديت. أنا عارف إنه يمكن مفيش إنجازات كتير قوي، ولكن يعني أنا زي ما قلت لكم في بداية الحلقات كلها أو بداية السلسلة كلها، أنا بدل ما أجرب اللعبة مع نفسي وأبتدي أوصل فيها النهاية وبعدين ألعبها بقى معاكم تاني وأنا فاهم كل حاجة، قلت أبتدي سلسلة من الأول ونتعلمها مع بعض. يعني أنتوا تدوني ملاحظاتكم زي كده، يعني أي حد عنده ملاحظة عنده اقتراح عنده كذا يقول لي لو تعرفوا حاجة عن اللعبة، يعني بحيث انه ايه نتعلمها مع بعض وتطلع معانا ان شاء الله سلسلة جميلة. والسلسلة الجاية اللي هنعملها هتكون بقى حاجة ادفانسد، يعني هتكون بقى نحط قدامنا ناس حتى القراصنة والكلام ده هنخليهم هارد يعني. الله، في عندنا هنا سليبريشن. نايس. في الخرطوم، الخرطوم بيحتفلوا بينا. احنا ما شاء الله كل حلقة بنقفلها بالاحتفالات، شايفين مزقططين. فانا بشكركم انكم وصلتوا معايا لحد هنا اهوت في الحلقه ديت. ما تنسوش تشتركوا في القناه لو ما اشتركتوش، وتدعموا الحلقه بلايك لان ده بيفرق معايا كتير جدا. اشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقه الجايه. سلام.